الحمد لله، الحمد لله العزيز الرحيم الولي الحميد، جاد على عباده بالخيرات ودلهم على الطاعات وحذرهم من المحرمات وأنعم عليهم بمواسم البركات. نحمده حمدًا كثيرًا ونشكره شكرًا مزيدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حكم إلا حكمه، ولا شرع إلا شرعه، ولا دين إلا دينه. ومن يبتغي غير الإسلام دينًا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عظمت به المنة وتمت به النعمة وكملت بشريعته الملة، فمن أطاعه فله الجنة ومن عصاه ففي الحطمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واشكروه على ما أعطاكم، واذكروه إذ هداكم، فلولا هدايته سبحانه لضللتم، ولولا عطاؤه لهلكتم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أيها الناس، هذا يوم عظيم من أيام الله تعالى، اجتمع فيه عيد الجمعة مع عيد عرفة، وهو اليوم الذي يوافق وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، حيث وقف صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة حين كمل الدين ونزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما أعظمه من يوم، فهو يوم كمال الدين وتمام النعمة ورضا الرب سبحانه عن المسلمين. فعن عمر رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. أيها المسلمون، وكمال الدين يعني كمال بيان عقائده وشرائعه، فليس ناقصًا يحتاج إلى تكميل، ولا غامضًا يلزمه كشفٌ وتبيين. فمن تعلم علوم القرآن والسنة عرف العقائد والشرائع. ففي القرآن قال الله تعالى: كتابٌ أُحكِمَت آياته ثم فُصِّلَت من لدن حكيمٍ خبير. وقال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء. وفي القرآن والسنة قال تعالى: لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويُزكِّيهم ويُعلِّمهم الكتاب والحكمة، أي يُعلِّمهم القرآن والسنة. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلَّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا. فالسنة النبوية وحيٌ كالقرآن، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى. ولذلك معاشر المسلمين، ولذلك نجد في القرآن والسنة كمال العقيدة في معرفة الله تعالى، بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة بداية الخلق وبداية البشر وأصلهم وتاريخهم، وأخبار الرسل وأتباعهم، وأخبار المكذبين وما حل بهم، كما نجد فيها أخبار الموت والقبر والبعث والحساب والجزاء على الأعمال
وأوصاف الجنة والنار، وهذا كمال العقيدة. فلا يحتاج المؤمن بعد ذلك إلى العلم بأي شيء فيما يجب أن يعتقده إلا وفي الكتاب والسنة علمه، بخلاف من ضلوا في هذا الباب فطلبوا عقائدهم من الكتب الكلامية الفلسفية أو من الأخبار الموضوعة الخرافية فلم يصلوا إلى الحقائق في العقائد. قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماواتٍ وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونجد يا معاشر المسلمين، نجد في القرآن والسنة كمال الشرائع في العبادات والمعاملات والحدود والقصاص والعقوبات والقضاء والاقتصاد والسياسة وأحكام الأسرة والأفراد، بما لا يحتاج المؤمن معه إلى قوانين تكمله أو أنظمة تسد نقصه، لأنه كامل من عند الله تعالى. وصمدت أحكامه 14 قرنًا، وشهد عدد من كبار القانونيين والمشرعين الوضعيين، شهدوا هؤلاء جميعا بأن هذه الشريعة تامة كاملة لا مزيد عليها، ولذلك يعمدون إلى تكميل نقص قوانينهم من هذه الشريعة الغراء والشريعة الكاملة التامة. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرًا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون، أي لا حكم أحسن من حكمه سبحانه وتعالى، كما أنه لا شرع أكمل من شرعه عز وجل. والآيات في بيان كمال الشريعة وأحكامها كثيرة، وفي القرآن أحكام كثيرة مبثوثة في سوره يقرأها المؤمن فيعرف كثيرًا منها في كافة المجالات. والقرآن أيها المسلمون أيها المؤمنون أيها الصائمون، القرآن يتعبد بتلاوته، فكان قراء القرآن أعلم بأحكام شريعتهم وكمالها من علم أهل الملل الأخرى بأديانهم وأحكام شرائعهم، سواء كانت مبدلة أم كانت مخترعة. وفي القرآن والسنة بيان كمال الأخلاق والخصال ودعوة المؤمن للتخلق بها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. المؤمن حين يتخلق بكمال الأخلاق التي جاء بها الإسلام فإنه يفعل ذلك ليكون قرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا من أعجب ما يكون في الدعوة لحسن الأخلاق وكمالها. فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من أهم محاور رسالته للناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق.
ولا عجب أيها المؤمنون أن نجد هذا الكمال الأخلاقي يأخذه المؤمن من القرآن حين يدعوه ربه سبحانه وتعالى لأحسن الأقوال والأفعال. قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. إنها شريعة الإسلام، إنها الشريعة الكاملة في كافة المجالات، الصالحة في كل زمان ومكان، المصلحة لأحوال الناس، أكملها سبحانه لعباده. ونزل الإخبار بكمالها على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الإخبار بكمالها في مثل هذا اليوم، في يوم عرفة، في مشعر عرفة. فالحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم نعمته علينا ورضي لنا الإسلام دينا. ونسأله جل في علاه، ونسأله جل في علاه في هذا اليوم العظيم، نسأله أن يثبتنا على ملة الإسلام، أن يثبتنا وذرياتنا على ملة الإسلام حتى الممات، إنه سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فاتقوا الله وأطيعوه، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الناس، يوم عرفة هو يوم كمال الدين وتمام النعمة، وهو عيد كبير للمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ومن تمام نعمة الله تعالى على عباده أنه جعل يوم عرفة أكثر أيام السنة عتقًا من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله تعالى من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدًا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده، لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. انتهى كلامه رحمه الله. ويوم الجمعة، يومنا هذا يوم الجمعة، يوم عيد أيضا، فاجتمع العيد الأسبوعي مع العيد الحولي في هذا اليوم العظيم، وهو خير الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وهو يوم الدعاء. يومنا هذا أيها المسلمون هو يوم الدعاء والذكر، فإن في عصر الجمعة ساعة استجابة لا يوافقها داع إلا استجيب له. وروي في عرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أيها المسلمون، فلنكثر من هذا الذكر في هذا اليوم العظيم. أكثر يا عبد الله، أكثر
من قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ليلهج بها لسانك وليصدقه فؤادك، ليلهج لسانك بهذا التهليل إلى غروب شمس هذا اليوم. فلنكثر من الدعاء والذكر عشية هذا اليوم المبارك، فلرب دعوة فتحت لها أبواب السماء فسعد بها صاحبها في الدنيا والآخرة. وأخيرا أيها المسلمون، يا معاشر المسلمين، من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه، ومن لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف فليقم لله بحق الرجاء والخوف، ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، من لم يصل إلى البيت لأنه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد. هذا، وصلوا وسلموا على خير البشرية على محمد بن عبد الله نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا في هذا اليوم العظيم من عتقائك من النار. اللهم حرِّم وجوهنا ووجوه والدينا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اجعلنا في هذا اليوم العظيم من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين وردهم سالمين غانمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من العمار طاعاتهم. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين وردهم سالمين غانمين. اللهم اكتب لنا ولهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفور. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا اليوم العظيم يوم نصر للإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح ديارهم وأوطانهم، وولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.